الله الرحمن الرحيم. نصف الماراثون الدولي لمدينة بركان في نسخته الرابعة لكي تنظم وللمرة الرابعة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، فجمعية بني زناس اللي كيترأسها البطل العالم الأولمبي السيد هشام القروج اللي بالمناسبة كان غتنم هذه الفرصة هذه وكنوجه له واحد الشكر كبير جدا لما قدمه ومازال يقدمه من دعم المشروط للرياضة والرياضيين بالإقليم. فكذلك جمعية بني زناس اللي كتصارع على تنظيم هذا الحدث أو العرس الرياضي الكبير اللي ارتأت هذه السنة وكما عودتنا ككل سنة بالجديد، فجديد هذه السنة كيتجلى في تغيير لكلا المطافين، المطاف الأول الخاص بسباق نصف الماراثون والذي هذه السنة سوف يمر على أكثر من 95% من الضيعات الفلاحية، مما كيشكل واحد المتنفس اللي هو سهل وجميل جدا لجل المشاركين أكانوا عدائين محترفين أم هو. كذلك هناك تغيير أيضا على مطاف 10 كيلومترات، مطاف هذه السنة اللي غادي يمر يعني 100% على المجال الحضري لمدينة بركان وسيمر أيضا على الشوارع الكبرى لمدينة بركان. جمعية بني زناس هذه السنة يعني كتأمل باش يكون عدد المشاركين اللي كيفوق واحد 7000 مشارك، فالحد الساعة اللي كان لحد الساعة كيبلغونا الإخوان اللي مكلفين بالتسجيلات أنه دابا وصلوا واحد أزيد من 4000 مشارك، فاحنا الأمل ديالنا غدا إن شاء الله فاش غادي يكونوا التسجيلات بكثير، وغادي يكون هذا السنة هذه سنة 2018 غادي يكون يوم استثنائي، سنة استثنائية باش يكون إن شاء الله فوق عدد المشاركين 7000 مشارك. كذلك أيضا هناك مشاركة مكثفة للكينيين والإثيوبيين، يعني أزيد من 24 عداء كيني وإثيوبي. وبهذه المناسبة كنبلغ واحد الشكر كبير لكل الجهات الصاهرة على تنظيم هذا الحدث أو العرس الرياضي الكبير، كذلك الشكر موصول إلى السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد العامل اللي في الحقيقة يقوم واحد العمل اللي هو جبار جدا باش جميع الظروف تمر على أحسن ما يرام.